هذا سائل يقول: ما حكم قول إن الشخص إذا وقف أمام القبر وقال نويت أن أصلي ركعتين لصاحب القبر ورفع صوته بذلك فلا يحكم بكفره؟ هذا كلام باطل. من صلى يتقرب إلى القبر فهو مشرك، ما لا لنا إلا الظاهر. نحن نحكم على الأمور الظاهرة ولا ندخل في النيات والمقاصد، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.